بدي أحكي حكاية، مجموعة من عدة حكايات. بدي أحكي كان يا مكان في قديم الزمان، زي ما كانوا يحكوا جدودنا زمان وزمان، ما بيحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان. صلوا على النبي. هذا بحكي لكم، كان في شاب عايش جنب البحر الأبيض المتوسط، كان عايش هناك فقير على قد الحال، بيشتغل بإيش؟ بحياكة البسط. في إقباله صبية حلوة كثير، أخذت عقله وكل التفكير، بلش يفكر فيها كثير. وفي يوم كان في مشكلة عنده عباب هالمحل، كان مفكر يوم إنه بده يروح يطلبها، بس في كان اثنين من عريت القوم ومعهم فلوس كثير، وهي بنت تاجر كبير. فلما أجا يسمع المشكلة بلش يسمعها ويتقاتلوا عليها، بدر البدور إلي لا إلي. المهم زعل كثير واحتار كثير، روح على البيت وقعد في الدار، وهو قاعد بيحكي لأمه: أنا يما بحب فلانة وبدي إياها، بس أنا ما عندي ولا إشي. قالت له يما: في صندوق صغير تلف لك إياه أبوك لهذا الوقت. ففتح الصندوق، الصندوق طلعت فيه كلمتين، هالكلمتين تحكي له: سافر فإن في السفر عبر. سحب حاله ثاني يوم وشق طريقه لهالبلاد، ومشى على شط البحر الأبيض المتوسط. وهو ماشي وبيمشي وبيمشي وبيمشي، في الطريق لقاه ختيار كبير قاعد وحاط نار صغيرة بجنبه، وبلشوا يحكوا. حكاله هالختيار: أنا بدي أعطيك شغلة أحسن من جوهرة. وبلش يحكي له حكاية. هالحكاية بتحكي إنه في يوم كان في حطاب عايش في قرية، هاي القرية في وسط غابة، كان كل يوم الصبح يطلع ويقص الشجر ويحط صحن ذرة شكله مثل البدر. وفي يوم أجا ختيار وأكل من هالصحن، وبرجعت هالحطاب كان معصب وزعلان كثير، وبقول له: أنت كيف بتوكل هالصحن؟ ومسك هالختيار وجره وطلعه برا. لما طلعوا برا الختيار زعل كثير، حكاله: طب خليني أبات عندك هالليلة. قال له: لا، ما بدي إياك تبات عندي هالليلة. رد الختيار زعل كثير وحكاله: عشان أنت بتعمل فيي هيك، أنا راح أوريك شو بعمل فيك. وعمل فيه هيك ولا هو على القمر. ومن هذاك اليوم لليوم وصاحبنا بوكل في القمر، وبظل يوكل القمر تيصير هلال. وهاي القصة، قصة الغجر اللي لليوم بحطوا صحن مثل البدر لعابر السبيل عشان ما يصير فيهم زي صاحبهم. انتوا لسه ذاكرين القصة الأولى تبعت صاحبنا. صحي ثاني يوم الصبح زي الحلم، ما لقى الختيار، ورد مشى بطريقه. وفي طريقه لقى ختيار ثاني، وهذا الختيار الثاني كان معاه جمال ومتاع كثير. حكاله: يا ختيار، أنا بدور حتى أصير غني. حكاله: يا بني، أنت شايف أنا بترحل وبتنقل، تعال واقعد معي خليني أحكي لك هالحكاية. وقعدوا يحكوا هالحكاية، قعد يحكي له عن ست كانت عايشة في جبال بأوروبا. كانت عايشة هاي الست وبتحيك نفس صنعته، بتعمل بسط، بس كانت إذا بتعرفوا أفرودايت اللي هي الآلهة الرومانية كانت تغار منها، لأنه هي كمان كانت بتحيك وبتحيك حلو كثير. بس هاي الحياكة كانت ممتازة وكانوا كثير يحبوا حياكتها. ففي يوم قررت أفرودايت تتحداها، ونزلت لها على الأرض وجابتها وقالت لها: أنا بدي أتحداكي، واللي حيكون الحكم بيني وبينكو زيوس والناس اللي بالقرية. ونزلوا
وتجمعوا الناس وبلش يحيكوا هي وياها، وبلش يطلعوا أحلى ما عندهم، وطلعوا أحلى نسيج وأحلى شيء ممكن تشوفه عين البشر. لما حكموا حكوا ما بنقدر، انتم متعدلات والجمال في القطعتين مستحيل ولا بيجي بالخيال. فالمهم من زعل أفرودايت منها شو سوت فيها؟ اختفت فترة أفرودايت واختفت العجوز، صاروا يدوروا عليها أهل القرية ويدوروا ويدوروا، حكوا ما إلنا إلا نفوت عليها على البيت. ففتحوا البيت ولقوا في طرف البيت كائن غريب اللي هو العنكبوت، أفضل نساج في الدنيا. ومن هذاك اليوم لليوم ما حدا بيعمل حياكة مثل هالعنكبوت. المهم صديقنا رجع وبلش يدور ويدور ويدور، لقى حاله بقريته مرة تانية. رجع عند أمه، أمه كانت مجهزت له صحن عدس من اللي بحبه، وبلش يأكل من هالعدس. ولقى الخطاب عند صاحبته وحبيبته بدر البدور اللي عم بيستناها وبده يطلبها كثير. خطاب فات على البيت وشاف الخطاب اللي بعطيها قصور واللي بعطيها جواهر واللي بده يعطيها خيل واللي بده يعطيها جمال. حكاله أبوها أنت شو بدك تعطيها؟ حكاله يا عمي أنا سافرت وما بعرف إشي بالدنيا وما عندي شيء، بس عندي أكمل هالحكاية وبدي أحكي لك إياها. وبلش يحكي له حكايات. بدر البدور حبت حكاياته وأبوها حب الحكايات، وتزوج بدر البدور وعاشوا بسبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. وتوتي توتي خلصت الحدوتة. شكرا لكم.